طيب، فاليوم حنشوف كيف أعرف VLAN في داخل السويتش. طيب، سؤال بسيط. الآن لو عندي two PCs زي كده وصلتهم على سويتش، كم شبكة ممكن أعمل؟ في أحد عنده إجابة؟ كم شبكة ممكن أعمل؟ طبعا نحن نعرف إنه ما أقدر أعمل شبكة من جهاز كمبيوتر واحد، على الأقل يكون عندي كمبيوترين عشان أعمل شبكة كمبيوتر. فكم شبكة ممكن أعمل إذا كان عندي سويتش واحد؟ في أحد عنده إجابة؟ شبكة واحدة، اثنين، ثلاثة. على عدد البورت. ليش على عدد البورت وليش واحدة؟ كفيزيكال انت عندك عدد محدد من البورتس توصل على هذا السويتش، فعدد الشبكات اللي تقدر تبنيها على هذا السويتش هو كفيزيكال كهاردوير هو مماثل لعدد البورتس، لكن كلوجيكال كتصميم كبروغرامينج فهو ما لا نهاية. يعني تقدر تحط عدد كبير، طبعا مو ما لا نهاية بمعنى انه ما لا نهاية فعليا، ولكن عدد كبير، رقم كبير. اوكي، فاذا كفيزيكال انت محدود بعدد البورتس، لانه ممكن تحط كل بورت في فيرتشوال لان او في لان ويعطيك عدد شبكات بعدد البورتس، هذا فيزيكال. Logical Programming Design تقدر تعمل إلى ما لا نهاية وتقدر تبرمجها على نفس السويتش. طيب، كيف حيكون استخدامها؟ حيكون استخدامها عن طريق الكونفيجريشن. فالهاردوير محدود بعدد البورت والسوفتوير عن طريق الكونفيجريشن استخدامها. كلها مستخدمة، كل الاثنين مستخدمة. فأنت الآن في السويتش عندك الخاصيتين هذه، خاصية الفيزيكال بورت وخاصية الفيرشوال لان. الفيزيكال لان زي ما قلت لك محدودة بعدد البورتس الموجودة في السويتش، تقدر تعمل شبكة. بينما لوجيكال بروغرامينج فانت غير محدود بعدد الفيرتشوال لانز، تقدر تبرمج عدد لا نهائي من الفيرتشوال لانز. طيب، ايش الفائده منها؟ الفائده من انك تبرمج اكثر من فيرتشوال لان هي انك تعمل ديزاين للشبكه بحيث انه توصيلها ما ياثر عليك، يعني التوصيل الفيزيكال ما ياثر على الديزاين، اقدر اغير الديزاين في اي وقت، بينما التوصيل مرة واحدة. ليش؟ لأنه الأسهل في التغيير هو السوفتوير، بينما التصميم الفيزيكال إنك تمد أسلاك وإنك تركب الجهاز وإنك تجيب الكمبيوترات تكاليف، فهذه أصعب. لذلك الأسهل في التغيير في تصميم الشبكة اللوجيكال الديزاين البروغرامينج، فهو لا محدود. اوكي، فلذلك انت لما تيجي تبرمج الشبكه
ما في اي حدود لعمل اللانز فيرتشوالي. لكن لما تيجي لنقطة انه الهاردوير ما يدعم، يعني مثلا انت برمجت اللان على انه يكون عندك 48 جهاز، اوكي، لانه احنا نعرف في الاي بي ادريسنج والديزاين حق الاي بيز انه عندنا 256، لكن هل فعلا عندنا سويتش فيه له 256 بورت؟ لا، عندنا سويتش فيه له 12، في سويتش فيه 8، في سويتش فيه 24، في سويتش فيه 48. طيب هذا الليميتيشن في الهاردوير. طيب كيف اكمل بقيه الاي بيز من 1 الى 254 او 255؟ عن طريق اني استخدم اكثر من سويتش. لذلك اللوجيك ديزاين عن طريق الفيلان غير محدود، غير محدود في التصميم. في التنفيذ حيكون الحدود هي الهاردوير اللي انت تشتريه. طيب خلص ال 24 في السويتش الاول، اروح اجيب سويتش ثاني واعمل الكونفيجريشن بحيث انه يشتغل السويتش الاول مع السويتش الثاني، ويصير 24 و24 48، وهكذا اقدر ازيد المساحات. عشان كذا لما تروح مثلا تشوف الكوميونيكيشن روم هتلقى السويتشات مرصوصة تحت بعضها وكلها مرقمة، وهتلقاها طبعا اذا كان التصميم يعني او اللي مشتغل عليها مشتغل بطريقة ستاندرد بطريقة بروفيشنال، هتلقاها مرقمة، هتلقى موجود تسلسل معين، هتلقى مجموعة من السويتشات موصلة مع بعض بطريقة معينة. هذه الطريقة هي اللي بتعطيك التصميم الحقيقي للشبكة، انه ابليكيشن من اللوجيك الى الفيزيكال. اوكي، فاذا الهاردوير له ليميتيشن، تجاوزوا هذا الليميتيشن باستخدام الفي لان او الفيرتشوال لان. اوكي، طيب فتعال نطبق الكلام هذا اللي تناقشناه الان كذا نظريا، نطبقه على السيموليتر ونشوف. فمثلا انا عندي الان هذه التو بي سيز على ون سويتش. فخليني اول شيء اشوف هذا السويتش كيف الكونفيجريشن الديفولت اللي موجود فيه. اوكي، اروح على تيرمينال، هذا ليش ما هو موصل صح شكله؟ انا وصلته في هذا. سيريال مع كونسول، اوكي تيرمينال. طيب نيجي هنا نعمل انيبل، انيبل، ونعمل شو ايش، شو انترفيس ستاتس، فبيعطيني الانترفيس البورت من 1 الى 24 موصلة، البورت 1 و2 والفيلان لكل البورت عبارة عن فيلان واحدة. اوكي، بمعنى انه كل البورت في هذا السويتش على شبكة واحدة. طب انا ما ابغى اسوي شبكة واحدة، بس خلينا اول شيء نجرب الشبكة الواحدة ونشوف بعد كده الشبكات الثانية. عشان اجرب الكونكشن ما بين هذول الجهازين احتاج الى ايش؟ احتاج الى اي بيز. عشان اريح نفسي من حكاية الكونفيجريشن اليدوي فاعمل سيرفر واخليه ستاتيك على شبكة 192.168.1.1، وأعمل السيرفيس DHCP وأخليه من
يبدأ من 2 يوزع 10 اي بيات. اوكي واشغل السيرفر. الان الكمبيوترات لابد انها تكون معرفة DHCP اوتوماتيك. اوصل السيرفر على السويتش. اوكي الان يفترض انه الاي بيز اتاخذ. طبعا لاحظ الاي بي اللي انت شايفه الان هذا هو 169. اذا شفت 169 هذه السيرفيس موجوده في الاوبريتنج سيستم اسمها السيلف ادريسنج. اوكي في الويندوز اسمها الابيبا. اوكي اي بي اي بي اي. طبعا اذا ما تغير الاي بي من نفسه اوتوماتيك لانه هو حيفضل يعمل الدي اتش سي بي برودكاست الى ان ياخذ الاي بي فعليا لانه الابيبا والسيلف ادريسنج هذه مؤقته. ممكن انت ايش تسوي؟ تروح على الكوماند برومت وتكتب ipconfig renew فهو يروح يعمل من جديد برودكاست ويجيب لك ال DHCP يتصل عليه ويجيب الاي بي من جديد. فالان نجرب انه في اتصال ما بين البي سي 1 وبي سي 0. اوكي سكسسفول. لاحظ في الركن هذا يدل على انه هذول كلهم السيرفر مع التو بي سيز في شبكة واحدة. لكن لو حبيت اني اعمل كذا اجيب التو بي سيز في شبكتين منفصلتين خلينا نقول شبكة حمراء وشبكة صفراء. بنخلي هذه شبكة حمراء والثانية صفرة. طبعا السيرفر انا ابغى يكون موجود في الاثنين اخليه كده. لاحظ انا الان ما غيرت شيء في الهاردوير. التوصيل هو هو والكونفيجريشن ما زالت هي زي ما هي ما تغيرت. لكن الآن هأغير في اللوجيك بحيث إني أعمل 2 VLAN. هخلي هذه VLAN إيش أسميها 10. أوكي وهذه VLAN 20. طبعا في الديفولت VLAN اسمها VLAN 1. اوكي فVLAN 1 انت ما تقدر تغير اسمها هي الديفولت في كل السويتشات وفي كل الراوترز اللي من سيسكو. الVLAN الديفولت VLAN 1 لكن انت تقدر تضيف VLAN 2 VLAN 3 VLAN 4. ليش انا سميتها 10 بس؟ عشان اعتبر انها VLAN 1 و20 هي VLAN 2. فعندي الآن VLAN 10 و VLAN 20. فأجي على السويتش برمجه وأروح على التيرمينال وأقول أبغى conf term في السويتش وأروح على VLAN عشان أعمل VLAN جديد. كم الرقم حق VLAN الجديدة؟ 10. ايش ممكن اعمل في الفيلان الجديدة؟ ممكن احط لها اسم وممكن اعمل لها ريموت وممكن ايش اسمه اخرج منها. اوكي اي حاجة ما ابغاها او ابغى اعكسها الغيها استخدم النو. فمثلا لا احتاج مثلا اكتب النيم واقول هذه اسميها الادمن. اوكي الاسم حاجة ما هي مؤثرة على الديزاين وانما فقط تعطيك الـ indication للشبكة للاسم الشبكة. أوكي
فالآن عندي VLAN 10 هأعمل VLAN 20 VLAN 20 name أسميها مثلا student وأعمل exit. لو قلت له show أو عفوا exit كمان وأقول له show VLAN brief brief IE فلاحظ أصبح عندي طبعا زي ما قلت لك VLAN 1 هي الديفولت ما تقدر تغير فيها شيء وفيها كل البورتس باي ديفولت. الفيلانز الجديدة اللي عملتها 10 واسمها admin و 20 واسمها student. طبعا في فيلان أخرى ديفولت. فهذه اللي احنا هنشتغل عليها الآن عشان أفصل التو كمبيوتر logical مش physical. أروح أشوف البورتس اللي موصل عليها. فعندي ال PC هذا PC كم هذا PC 1 PC 1 موصل على البورت 2 أوكي موصل على البورت 2 فأجي على السويتش وأقول confirm الكونفيجر واروح على انترفيس فاست ايثرنت 02 البورت 2 هو فاست ايثرنت 02. الان انا في السب انترفيس configuration mode واروح اقول switch port mode access. ايش معنات switch port mode access؟ معناتها انه هذا البورت حيكون access لهوست حيتوصل عليه host device اوكي الديفايس هذا له IP لانه في مود اخر. ايش هو المود الاخر هذا؟ اللي هو المود الدايناميك اوكي. وطبعا الدايناميك برضه هو نفس فكرة الترنك dynamically access والترنك. لكن احنا بنستخدم ايش؟ access للديفايسز وترنك للتوصيل. احنا بنستخدم الان access. فswitch port mode access هذا حولت البورت. بعدين اقول له switch port access access ايش؟ للVLAN. يعني حول البورت الى VLAN واكتب اسم الVLAN عفوا رقم الVLAN. ولاحظ ارقام الVLAN من 1 الى 4094. فممكن في هذا الهاردوير في هذا السويتش تعمل 4095 VLAN. فانا عندي الان VLAN رقم 10 واقول له no shut اللي هي اختصار no shut down. وشت داون تقفل اذا no shut down تشغل. اكرر نفس الكلام هذا لا عفوا انا عكست. المفروض اني اعمل switch port 2 هذا لبي سي 1 اللي هو في شبكة 20 وليس شبكة 10 لأنه أنا عندي هنا فيلان 20. فأرجع ثاني مرة وأقول هذا switch port mode switch port access فيلان 20 والثاني أعمله 10. فأقول interface fast ethernet 01 switch port mode access switch port access VLAN 10. لاحظ في المرة الثانية استخدمت الاختصارات. المرة الأولى استخدمت الكوماند كامل كتبته كامل لكن مع الوقت هتتمرن وهيصير أسرع عليك أنك تستخدم الاختصارات. فلاحظ دخلت على السويتش على البورت
غيرت المود إلى أكسس، غيرت الأكسس إلى فيلان 10. الآن لو عملنا كنترول زد وقلنا show VLAN brief، لاحظ انتقلت ال، خلينا أكبر الديفولت، اختفى منها فاست إثرنت 1 وفاست إثرنت 2. أدمن 1 أصبح فيها فاست إثرنت 1، أدمن 2 أصبح فيها فاست إثرنت 2. أوكي؟ طيب هنا حتصير عندك مشكلة. ليش؟ لأنه السيرفر موصل، اللي بيعطي الـ IP address ويعطي الـ configuration موصل على VLAN 1، وهذا موصل على VLAN 20، وهذا موصل على VLAN 10. يعني مع مرور الوقت الـ IPs المعطى للـ devices بما إنها جاية عن طريق الـ DHCP لها أو لها حاجة اسمها least time. طبعا إذا وصلنا للكلام عن السيرفر والـ DHCP service حنشوف إنه في حاجة اسمها least time أو وقت الإيجار. الـ IP هذا عشان يتم استغلاله بأفضل طريقة ما يعطى دائما لنفس الجهاز، وإنما يتم تدويره بحيث إنه يعطى يؤجر للجهاز إلى وقت محدد يحدد السيرفر أو مبرمج السيرفر. بعد نهاية هذا السيرفر يسترجع هذا الاي بي، فالجهاز يرجع تاني مرة يعمل برودكاست ويطلب الاي بي، أو إنه يطلب يطلب تجديد الاي بي، أو إنه يطلب اي بي جديد. لذلك مش دائما لما تدخل على شبكة من الشبكات الجديدة الآن حتلقى أنك تأخذ نفس الاي بي، حتلقى الاي بي دائما بيتغير. اوكي، فالحاصل في الحاله هذه انا فرقت الاجهزه في شبكات مختلفه. لما ينتهي التي تي ال او عفوا مو ينتهي التي تي ال، ينتهي الليست تايم، الاي بي هذا حيروح وحيخرج الجهاز من هذا الاي بي، حيخسر هذا الاي بي. طيب الحل انه يكون عندك السيرفر موصل على الشبكات هذه الاثنين. اوكي طيب، اذا احتاج انه السيرفر يكون موصل على شبكة 10 وموصل على شبكة 20 في نفس الوقت. كيف الحل؟ بسيطة، أنقل بورتات ثانية زي هنا، أنا نقلت بورت واحد خاص بالبي سي، حنقل بورتات ثانية واحد هنا وواحد هنا للسيرفر، يصير السيرفر موجود في الشبكة الأولى وموجود في الشبكة الثانية. أوكي؟ وفي نفس الوقت عشان السيرفر يتصل بالشبكة لابد يكون عنده كارت شبكة أو نيكس أو نتورك انترفيس كارد. تعالني شوف السيرفر هذا كم كارت شبكة فيه. هذا السيرفر فيه كارت شبكة واحد، لو تلاحظ كارت شبكة واحد، فلازم أركب له كارت إضافي. فأقفل السيرفر وأروح أجيب كارت إضافي وأركب الكارت، أصبح عندي الآن كارتين. أوكي طيب، الآن نجي للسيرفر، تلاحظ السيرفر فيه كارتين، كارت مكتوب عليه Fast Ethernet Zero Up والكارت الثاني Fast Ethernet Zero Down. فالأب هذا حوصله على شبكة 10 والداون حوصله على شبكة 20. أجي للسويتش وأحول 2 ports كمان إضافية. وخلينا بالمناسبة كمان نشوف حركة تختصر عليك الكونفيجريشن. لاحظ conf term واقول interface، ابغى الان ما احول بورت واحد، ابغى احول مجموعه من البورتات. فمثلا خليني اوريك، لاحظ السويتش هذا، مواجهه السويتش فيزيكال مقسومه الى جزئين، كل 12 بورت موضوعه في سلوت او مجموعه. فانا هاخذ البورتس من 1 الى 12 هذه كلها المجموعة الأولى وخليها VLAN 10، وأخذ الثانية من 13 إلى 24 وخليها المجموعة الثانية VLAN 20. أوكي؟ فكيف أعمل الكونفيجريشن دفعة واحدة لهذه البورت؟ أقول له Interface Range ونوع البورت، جيجابيت إثرنت أو إثرنت أو فاست إثرنت. أوكي؟
وبعدين احط الرقم رقم السلوت 0 والرينج، الرينج من كم الى كم، فقلت انا من 1 الى 12. فلاحظ الاختلاف، اول كان يطلع الى هنا فقط config interface، الان قال لك هذا configure للرينج كامل. ايش حاعمل في الرينج؟ حقول له البورتس اللي في هذا الرينج من 1 الى 12 خليها switch port mode access و switch port access VLAN 10 و no shut، هيروح يغيرها كلها. اكرر نفس الكلام مع الثانية اللي هي من 13 الى 24 واقول لها switch port mode access VLAN 20 exit، وكذا غيرت البورتس. لو قلت له show VLAN brief لاحظ انقسمت الان 12 بورت في الادمن 12 بورت في الستودنت. اوكي، فالان اي جهاز في الشبكة الثانية حيكون من ال 12 الى من ال 12 الى ال 24، فحوصل 12 والسيرفر، السيرفر قلنا حوصله على خلينا من الاخير من 13 هذه للشبكة الاولى، والبورت الثاني من السيرفر حوصله على ال 24 للشبكة الثانية. ولا انسى اني اعمل كونفيجر ل الكرت الثاني، لاحظ هذا الكرت الأول في السيرفر وهذا الكرت الثاني في السيرفر، هحطه 192.168.2.1 لا 2.com 2.5، الشبكة الأولى كانت 1.1 فخليها 2.1 192.168.2.1. اوكي، فهذا السيرفر ال DHCP للشبكة الثانية او الرينج حق الشبكة الثانية حيبدأ هنا، بدأ من 2 هنا كمان حيبدأ من 2 وحوزع 10 IPs. اوكي، نعمل fast forward وهنا لاحظ الأبيبة ممكن نخش عليه ونقول له IP config renew. نحاول مرة ثانية. في حاجة نسيتها، الشبكة الثانية ما شغلت السيرفر، شغل السيرفر على الشبكة الثانية. نرجع تاني مرة رينو. لازم لما تشغلها تضغط سيف. سيف. اوكي. ما يزال يقول فيل، ليش؟ برضو رافض. هل موصلين صح؟ تعال نشوف التوصيل. نخش على التيرمينال، نخش على السويتش، نتأكد من التوصيل. show interface status، فعندنا من 13 الى 24 24 connected في شبكة 20 و13 connect في شبكة 20، ممتاز.
في عندي 12 كونكتد في شبكة 10 و واحد كونكتد في شبكة 10. ممتاز. إذا السويتش شغال صح. طيب نرجع على الجهاز. الجهاز موصل هنا في شبكة فين؟ أربعتاش. اتناشر لشبكة عشرة. هذا يفترض إنه يكون واحد، وهذا يفترض إنه يكون هذا. أوكي. هذا توصيله غلط. هذا توصيله على 24، الثاني توصيله على 12، وهذا توصيله على 13. كده ممكن. الآن نرجع ثاني مرة. أوكي، فورورد فورورد. أوكي ممتاز. الآن التوصيل صح، الاي بيز اخذها صح. نروح للبي سي الثاني، بي سي 0، نشوف هل التوصيل الاي بي اللي عنده صح، اللي هو اي بي كونفيج رينيو صح. متوقعين انه حيكون واحد. فالحاصل الان عندي شبكه 1 فيلان 20 اللي هي 192.168.2.0، والشبكة الفيلان 10 هتكون عبارة عن 192.168.1.0. اوكي. فلاحظ الآن الجهازين متوصلين فيزيكال على شبكة واحدة، او عفوا على سويتش واحد، ولكن مفصولين لوجيك، مفصولين عن طريق الفيلان. فهذا فيلان 20 وهذا فيلان 10. ولاحظ النتيجة، أول كانت الاثنين في فيلان واحدة PC0 PC1 successful، لما حولتهم الاثنين على 2 VLANs أصبح PC0 PC1 failed connection. طيب الآن لما يكون عندك توصيل بهذا الشكل، VLANs مختلفة ولكن نفس الشبكة أو نفس الكونكشن الهاردوير، كيف أوصل الشبكات مع بعضها؟ سؤال يحتاج إجابة. هاي شباب، عندي فيزيكالي موصلين على نفس الهاردوير نفس السويتش، أحتاج أوصلهم لوجيكال في نفس الشبكة أو أوصلهم مع بعضهم، فأحتاج إني أوصل الشبكات، أوصل فيلا أو أعمل كونكشن ما بين فيلان 20 وفيلان 10. إيش الديفايس أو إيش الكوماند أو إيش الطريقة اللي أستخدمها عشان أربط الشبكتين فيلان 10 وفيلان 20 مع بعض؟ أحد عنده فكرة؟ لاحظ هذه الرينج حقها من 1 إلى 2.1 إلى 255 إلى 254، وهذه 1. من 1 إلى 254، فالرينج مختلف. فعلا أحتاج إلى جهاز راوتر. ليش؟ لأنه زي ما قلنا السويتش بيربط الديفايسز في السيم نتورك. يعني هنا لو جبت بي سي إضافي وقلت هذا البي سي دي اتش سي بي ووصلته على الشبكة هذه، حيصير الاثنين هذول يتصلوا مع بعض. ليش؟ لأنه السويتش أوتوماتيك بيعمل إيش؟ توصيل ما بين الديفايسز
او الهوست، بينما الراوتر بيوصل ما بين الشبكة. هذا اخذ الاي بي ولا لسه؟ لسه ما اخذ اي بي. طيب نروح له نقول له اي بي كونفيج رينيو. اوكي اخذ اي بي الان، شايف هذه الان شبكه واحده سكسسفول. خلينا نشوف هل هذا مع هذا يتصل، فيل لانه شبكتين منفصلتين. هذا مع هذا فيل. طبعا السيرفر موجود مع الشبكتين، السيرفر متصل مع الشبكتين. لاحظ هذا ليش ما هو متصل؟ سكسسفول. اوكي تاخر. ونفس الشيء مع الشبكه الثانيه سكسسفول. فقلنا احتاج عشان اوصل VLAN 20 مع VLAN 10 الى جهاز راوتر. طيب حطينا الراوتر، الراوتر لابد برضو يتوصل على الشبكتين عشان يعرف الشبكة الحمراء والشبكة الصفراء. فأجي على الراوتر وأوصل المخرج حق الراوتر مع أي بورت في الشبكة الأولى. فعندي أنا من 2 إلى 13، أقول خلينا نأخذ 13. والشبكة الثانية عندي من 16 إلى 23، ياخذ 23. في الراوتر لاحظ باي ديفولت البورت حقه الراوتر تيجي مقفله، بين على عكس السويتش، السويتش البورت تيجي مفتوحه شغاله، لكن الراوتر البورت تيجي مقفله، فلازم تخش عليها وتشغلها. نحتاج الى لابتوب عشان نشغل الراوتر كونسول وندخل على التيرمينال. في الغالب الراوترز حيسألك سؤال، هل يشغل لك الديالوج او الويزرد عشان تبدأ تمشي في الخطوات حقت الكونفيجريشن للراوتر، وهيخليك تعمل كونفيجريشن لكل خصائص الراوتر. فالأسهل انه تقول له نو عشان ياخذ الديفولت وما يدخلك في أشياء وخصائص كثيرة أنت لسه ما تعلمت عليها. هتعمل configuration للأشياء اللي تعرفها بس. لذلك أول ما يسألك سؤال هيشغل الديالوج للinitial configuration قل له no. ونفس طريقة السويتش تقول له enable وتشوف الأوامر اللي موجودة فيه اللي تبغى تعمل لها configuration. احنا فقط نبغى نشغل البورت، حاليا نبغى نشغل البورت. فكيف أشغل البورت؟ نعرف انه امر التشغيل اللي هو no shutdown. فاروح على البورت واعمل له no shutdown. كم بورت عندي في السويتش في الراوتر؟ شفنا انه عندي 2 بورتس. فاقول له انت conf term وبعدين interface. وايش نوع الانترفيس اللي عندي؟ طبعا كسوفت وير حيعطيك كل الاحتمالات، ولكن لازم تطول في الهاردوير. هل عندك فاست ايثرنت البورت ولا جيجا بت ايثرنت ولا ايثرنت ولا لوب باك ولا سيريال؟ ايش نوعيه البورت اللي انت حتعمل له كونفيجريشن؟ السوفت وير بيعطيك كل الاحتمالات، لكن الهاردوير ايش فيه؟ الهاردوير اللي عندي هذا جيجا بت ايثرنت السلوت 0 والبورت 1. طبعا انا هعمل كونفيجريشن للاثنين دفعه واحده، فهقول له رينج جيجا بت ايثرنت 0 من 1 الى 2 من 0 الى 1 لانه عندي 0 0 وبعدين 0 1 هذه البورت. وايش ابغى؟ اقول له نو اوكي. خليني اصغر هذه. لاحظ الآن بمجرد ما أضغط Enter بدأ يشغل البورت.
سؤال، ليش تربط الراوتر بالسيرفر؟ السيرفر بيؤدي غرض والراوتر بيؤدي غرض ثاني. السيرفر بيؤدي خدمات للشبكة والراوتر بيؤدي خدمات للشبكات، يربط ما بين الشبكات، فهذا وظيفته غيرها. ما له معنى انك تربط الراوتر بالسيرفر. الراوتر ديفايس وظيفته انه يربط الشبكات، السيرفر وظيفته انه يخدم الشبكة. ايش الشبكة تحتاج؟ تحتاج دي اتش سي بي بيعطيها دي اتش سي بي، يحتاج دي ان اس بيعطيها دي ان اس، يحتاج ويب بيعطيها ويب. اما الربط هذا وظيفة السيرفر، وظيفة الراوتر. لذلك كل ديفايس يعتمد طريقة توصيله في الشبكة على انت بتستخدمه ليش. يعني شوف قبل شوية لما كنا فقط بنستخدم اجهزة الكمبيوتر ما بين بعضها وكلهم في فيلان واحدة، ما احتاجنا الى الراوتر. ليش؟ لانه السويتش بيؤدي نفس اللي يؤدي الوظيفة اللي حاجها، اللي هي ربط الهوست او ربط الديفايسز. لما صار عندنا اكثر من فيلان او اكثر من شبكة، لاحظ الان عندنا اكثر من شبكة ولكن لوجيكال مش فيزيكال. يعني ممكن الان نعيد المثال هذا ونحط تو سويتشز ويصير عندنا اكثر من شبكة فيزيكال. اوكي، فاحتياجك للديفايس يعتمد على ديزاينك للشبكة. الديزاين اللي عندنا الان يحتاج انه يكون فيها راوتر عشان يربط الشبكات المختلفة. ما اقدر استخدم السويتش في ربط الشبكات VLAN 10 و VLAN 20، ما اقدر اربطهم مع بعض لان السويتش ما يقدر يسوي هذه الطريقة. اوكي، طيب الان شغلت الراوتر وربطت البورتس حق، وصلت الراوتر البورت مع الشبكة الأولى والبورت الثاني مع الشبكة الثانية. أوكي، تخيل الآن الوضع أنه كل شبكة زي كأنها غرفة. أوكي، والأجهزة فيما بينها لما تبغى تتصل هتقول ترسل الداتا للجهاز الفلاني. يعني البي سي 1 يا بي سي 0 يبغى يرسل داتا لبي سي 1، يقول يا بي سي 1 خذ هذه الداتا. فاذا كان البي سي 1 في نفس الغرفه معه حياخذ الداتا مباشره. ليه؟ لانه السويتش يوصل ما بينهم. بينما اذا كان البي سي 1 في غرفه ثانيه زي الان هو في شبكه ثانيه، ما حيرد عليه، حيفضل بي سي 0 يقول يا بي سي 1 خذ الداتا، يا بي سي 1 خذ الداتا مرتين ثلاثة، ما يرد عليه، يرجع لك إيش؟ إيرور. أوكي، فتوصيلك للراوتر غير كافي. ليش؟ لأنه ما يزال الكمبيوتر أو البي سي بيقول يا بي سي 1 خذ الداتا، الرغم أنه بي سي 1 مش موجود. فلابد بي سي 0 وبي سي 1 يعرفوا انه في شخص او في راوتر خارجي هو اللي حيوصل الداتا زي المراسل. فاذا كان الداتا اللي يبغى يرسلها لجهاز خارج الغرفة اللي هو فيها او خارج الشبكة اللي هو موجود فيها، حيسلم الداتا الى المراسل هذا، الى الراوتر، والراوتر هو اللي يوجهها الى المستقبل الشبكة الثانية او في الغرفة الثانية. Okay. فالآن أنا عرفت الراوتر، أو عفوا مو عرفته، أنا فقط وصلته. فلازم أعرفه وأعرف الكمبيوترات إنه في راوتر. تعال نسوي هذا الكلام. كيف أعرف الراوتر؟ أحتاج أولا إني أعرف العنوان حق الراوتر. أوكي، الأدرس أو الآي بي حق هذا الراوتر. فأنا أخش على الراوتر نفسه. الآن أنا في الراوتر وأقول في الكونفيجريشن أعرف في الراوتر الاي بي ادريسز. كيف أعرفها؟ ببساطة أقول أعرف زي ما عرفت الفيلان في السويتشات، هعرفها في الراوتر. أقول عندي فيلان 10 في VLAN 10
لا ما في VLAN. exit اقول enable هل في VLAN؟ اوكي configure VLAN موجوده فين في البريفليج. اقول VLAN في البريفليج مود, وبعدين في عندنا داتابيز, وممكن اعمل ايش VTB VLAN واسمي الفيلان, ولكن هاعمل انا طريقة ثانية. اقول انترفيس, اخش على الانترفيس افضل, عفوا كونف تيرم واروح على انترفيس. جيجابت ايثرنت 01 اللي هو البورت الاول. اوكي اللي هو هذا اللي هو هذا الاب 01, وحاعمل الاي بي عليه واجربه. فأقول هل ممكن أحط الـ IP هنا؟ ممكن, شوف ممكن. فأقول IP address وأحط الـ IP address 192.168.1. كم نحط الـ IP address؟ إذا حطينا السيرفر ب1 ممكن نحط هذه 254 لأنه حطينا العد إحنا من 234 على DHCP, فنحطها 254 من آخر آخر الرينج. ونحط إيش السبنت ماسك 255.255.255.0. الآن نروح نقول exit show interface gigabit ethernet 01. فقال لك الانترفيس جيجابت ايثرنت 01 هذا الاي بي ادريس حقه. طيب تعال نعمل تيست بسيط. يفترض انه هذا حيتصل مع هذا الراوتر, حيتصل مع بي سي 1 المفروض اني احطها 00. انا حطيتها في 1 يعني حطيتها للشبكة هذه, فاعدلها. confirm واروح على 01 وهذه اخليها 2 والثانية 1. زيرو زيرو هتكون 1. اوكي لاحظ 1 موصل على شبكتين و 2 موصل على شبكة 20. نعمل تيست مرة ثانية. ليش برضو
1254 1 2. هذا موصل على 023. هذا موصل على كم؟ على 13. لا مو 13، 11. وهذا على 13، على 23. طيب الآن نرجع نشيك. لابد قبل ما تتقدم خطوة تتأكد من الكونكشن إنها صحيحة. لاحظ الكونكشن عندي هنا ما زالت خطأ. أوه صح. ليش الكونكشن خطأ؟ لأنه أنا عرفت الراوتر الآن، لكن ما يزال الكمبيوتر ما يعرف الراوتر. أوكي، ما زال الكمبيوتر ما يعرف الراوتر، فما يقدر يرسل الداتا إلى الراوتر. هو يعرف السيرفر لأنه السيرفر موجود على نفس السويتش، لكن الراوتر ما يعرفه، فما يقدر يرسل الداتا عليه. فإيش حسوي؟ هعدل في الكونفيجريشن اللي حتوصل للكمبيوتر من السيرفر، وأقول له الاي بي حق الراوتر هو 192.168.1254. فالآن الكمبيوتر حياخذ المعلومات هذه ويستخدمها عشان يقدر يتواصل مع الراوتر. الشبكة الثانية كمان نفس الكلام، هتكون 192.168.2.254. اوكي، نحدث الكمبيوترات ونحدث الاي بيز الموجودة في الكمبيوترات. اي بي كونفيج رينيو. لاحظ الآن أضيفت هذه المعلومة، أول ما كانت موجودة. الديفولت جيتوي ما كان يعرف مين هو السيرفر أو مين هو الجيتوي حقه. طبعا يمثل الجيتوي في الشبكة المخرج لهذه الشبكة. فالآن الكمبيوتر حيعرف أنه إذا ما لقى الادرس أو الديستينيشن في نفس الشبكة على نفس السويتش أو على نفس اللان أو على نفس الفيلان، حيرسل على الديفولت جيتوي أو المخرج القياسي أو المخرج الأساسي. نحدث الكمبيوتر الثاني. أوكي. طبعا في البيئة العمل الفعلية انت ما انت مضطر انك تجلس على كل كمبيوتر وتروح لنفس المبنى ولنفس الغرفة وتجلس على كل كمبيوتر وتعمل الـ IP config. بإمكانك تشغل الـ SSH او ترسل باتش فايل على الكمبيوترات تعمل الـ renew. اوكي، فمن مكانك تقدر تسوي هذه الحركة بنفس هذه الطريقة. طيب الآن يفترض انه لما اعمل تيست هيكون في اتصال. طيب ما يزال الكمبيوترات اخذت المعلومات عن السيرفر ولكن عن الراوتر، ولكن الراوتر مو شايفها. ليش؟ تعال نشوف ال 23 و 24 هذه موصلة على الكمبيوترات صح؟ 23 و 24، فهذا 15 14. طيب 24 هذا على السيرفر، وهنا 23 على الراوتر، وهذا ايش؟ هذا على 11. أنا ملخبط. 00 هتكون على
وزيرو ون هتكون على 13. أوكي. الآن ما يزال السيرفر ما هو الراوتر مو راضي. ليش؟ إحداش، اتناش، تلتاش. ثلاثة وأربعتاش وخمستاش، 23 هذا من فين جاي؟ دقيقة عشان أنا بدأت أتلخبط. نسوي واحد واحد، هذا الزيرو على، خليها هنا، ونعمل التست. طيب successful. اوكي الان هذا الراوتر مع الشبكة الاولى. نيجي للثاني، وين نحطك؟ في مكان بعيد. اوكي مرة ثانية، هذا successful. اوكي الان التوصيل للراوتر صحيح. يفترض الان البي سيز نشوفوا بعضهم. الاحظ بي سي 0 اللي هو هذا في الشبكه 20 في لان 20، صار يشوف بي سي 1 في الشبكه، عفوا بي سي PC1 في الشبكة VLAN 20، صار يشوف PC0 في الشبكة VLAN 10 اللي هو هذا التست. السبب، السبب انه عرفت راوتر وعرفت الكمبيوترات على هذا الراوتر. اوكي فالان اصبح عندي راوتر بيربط ما بين الشبكات، على الرغم انه السويتش بيربطهم فيزيكال. طيب ممكن كمان نسوي هذا المثال بطريقة ثانية. تعال نشوف، ناخد 2 PCs وناخد سويتش وسويتش ثاني. و خلينا كمان نحط بي سيات ثانية، 2 بي سيز أخرى. فلاحظ، لنفرض أنه أنا عندي ما زالت هذه الشبكات نفس فكرتها، ولكن عندي الشبكة اللي فوق هي الشبكة VLAN 10 والشبكة اللي تحت هي VLAN 20. اوكي الشبكة الحمراء وموزعة على 2 switches. هذا زي اللي بيحصل عندك في المباني. كمثال عندنا في المبنى الكلي عندنا اقسام، كل قسم في نوعين من الأجهزة، أجهزة للمكاتب والإدارة وأجهزة للمعامل والفصول والطلاب.
ففي كل قسم موجود هذا الشيء، وهذه الأقسام موزعة على أدوار. فكهاردوير الأدوار مقسمة على السويتشات، كل دور في سويتش واحد، والسويتش هذا بيتقسم على الأقسام. لكن لوجيكال بيقسم كل قسم لوحده، أو عفوا مو كل قسم لوحده، بيقسم كل نوع لوحده. الطلاب لهم شبكة مختلفة، والإدارة لها شبكة مختلفة، بحيث أنه لو حصل وانتشر فيروس أو صار هاكينج على الشبكة اللي موجودة في العامة أو الببليك اللي موجود فيها الطلاب، ما يخش على الإدارة والمكاتب. فالشبكة كالوجيكال مفصولة عن طريق الفيلانز. فكيف هذا حيصير؟ تعال نشوف، خلينا نعمل توصيل. وناخذ هذا من الأخير. أوكي. الشبكة الثانية. طبعا هنا هي الأساس إنك تربط راوتر. لكن أنا أبغى أوريك حاجة تسمى الانترفيلان. إيش معناتها الانترفيلان؟ معناتها إنه عندك شبكة فيلان مفروضة على أكثر من هاردوير، على أكثر من سويتش. لاحظ هنا عندي 2 فيلان على نفس السويتش، لكن هنا عندي 2 فيلان على سويتشين مختلفين، أو ممكن حتى 3 سويتشات لو تبغى. فحأربط السويتشات مع بعضها. أوكي؟ ولما تربط سويتش مع سويتش لابد تختار الكيبل الصح. أوكي؟ ليش؟ لأنه السويتشات في نفس اللاير، وقلنا إحنا القاعدة اللي تقول إذا كان عندك سويتشات أو عفوا ديفايسز من نفس اللاير يستخدم كيبل كروس. أوكي؟ طبعا قلنا إذا أنت بتستخدم جيجابيت إيثرنت ما حتهتم لهذا الشيء. لكن لاحظ إحنا دائما بنطل لنوعية الديفايسز. أنا الديفايسز اللي عندي هنا كل البورت اللي فيها فاست إيثرنت، فهذا الشيء مهم عندي إني أستخدم الكيبل كروس. وهنا الكونفيجريشن حتبدأ تتغير. فخليني أبسط الموضوع، بدل ما أخذ السيرفر حأحط الاي بي ستاتيك يدويا وأقول 192.168.1.1. هذا للجهاز الأول هنا، وهذا حيصير في نفس الشبكة 192.168.1.2 في نفس الشبكة، ولكن ما حيتصلوا مع بعض. والدليل خلينا نعمل نيو سيناريو ونعمل تيست سكسسفول. كيف سكسسفول؟ P6 PC5. لأنه الشغلة هنا عايمة. لاحظ ما قسمت الفيلان، لسه ما قسمت الفيلان، لأنه المفترض أنك تقسم الفيلان. طيب فخليني أول شيء أحط التركيز، بعدين أرجع أقسم الفيلان. هنقول هنا 192.168.1 قلنا 2.1، وهنا 2.2 192.168.2.2. ونيجي نقسم الفيلان. لابتوبس كونسول. ايش هذا؟ انا فين موصل السلك؟ RS USB
في كونسول. انا ايش سويت؟ ايوه كونسول. ليش السويتش هذا بيعطيني يو اس بي؟ اوكي طيب. فالان ادخل على السويتش الاول واعمل الفيلانز، اقول enable confirm واقول interface range fast ethernet 0 1 الى 12. عفوا قبل هذا الكلام كله اقول VLAN VLAN 10 exit VLAN 20 exit واقول interface range fast ethernet 0 1 الى 12. switch port mode access switch port access VLAN 10 بعدين no shut exit ونروح على الثاني interface range fast ethernet 0 13 to 24 switch port mode access switch port access VLAN 20 اوكي وبعدين كنترول زد واقول له show interface status مضبوط واقول له برضو show VLAN brief اوكي نفس هذا الكلام اكرره هنا اقول enable conf term VLAN 10 exit VLAN 20 exit بعدين interface range fast ethernet 0 1 to 12 switch port mode access switch port access VLAN 10 no shut exit interface VLAN عفوا interface range fast ethernet 0 13 to 24 switch port mode access switch port access VLAN 20 بعدين control Z show VLAN brief مضبوط وأجي بعدين أعمل التست. تعال نجرب التست الآن. يقول لك failed. ليش failed؟ على الرغم إنه هذا موصل في الفيلان الأولى وهذا موصل في الفيلان الأولى وهذا موصل في الفيلان الثاني وهذا موصل في الفيلان الثانية. يعني هذا معقول لو أعطاك fail. ليش؟ لأنه صحيح على أنهم على سويتش واحد ولكن مفصولين في فيلان منفصلة. طيب. ايش الحل؟ الحل ان تعرف هذا الخط او هذا الكونكشن ما بين التو سويتشز على انه توصيله لانه هو حاليا المود حقه اكسس. تعالني اشوف هذا الكلام فعليا كيف موجود. لو قلت له الخط هذا اللي هو show interface status اللي هو جيجا بت جيجا بت ايثرنت 101 كونكتد عباره عن اكسس واكسس لفيلان كم فيلان 1 فلا بد اني لو قلت له شو انترفيس جيجا بت 01 هيقول لك هذا المود حقه وين 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 وين, 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 وين. ما هو كاتب المود
اوكي. الديفولت مود هو الاكسس، ف احيانا يطلع لك لما تقول له الانترفيس انفو يطلع لك المود، وممكن تشوفها من الترنك. يعني لو قلت له show interface trunk ما عندك أي ترنك، بمعنى أنه ولا بورت من البورت هذه معرفة كترنك أو كتوصيلة، فهي معرفة access، فمعرفة كديفولت access. فأنا محتاج عشان أخلي هذا السويتش يتواصل مع هذا السويتش ويعرف أنه يمرر البيانات من هنا إلى هنا، ويصير هذا ولا الاثنين في VLAN واحدة، أحتاج أن أحول هذا البورت إلى رنك. كيف أحوله؟ ببساطة نفس اللي كنت أسويه، أقول له interface confirm، وأقول له interface الانترفيس اللي أنا بستخدمه زي ورقمه، وأقول له switch port mode trunk. أوكي. وبعدين أقول له switch port trunk allowed على إيش؟ على VLAN، وتقول له الVLAN اللي أنت تبغاها، VLAN كم؟ ممكن نقول له all VLAN، أو أقول له من كم أنا عندي؟ أنا عندي 10 و20، فممكن أقول له من 10 إلى 20، أو أقول له all كل الVLAN من 1 إلى 99 إلى 4094. أوكي. طيب الآن لو رحت على show interface trunk، قال لي إيش الآن؟ أول ما كان يعطيني، كان يعطيني فراغ show then show 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 أوه. show interface trunk ما أعطاني شيء، أعطاني فراغ. الآن هنا بيعطيك إنه في عندك البورت جيجابت إيثرنت 01، المود أون، والإنكابسوليشن، والحالة نفس الكلام هعملها من الجهة الثانية، من جهة السويتش الثاني هعملها ترنك، وأقول له confirm interface جيجابت إيثرنت 01 و switch port mode trunk و switch port trunk allowed all. ايش في خطأ؟ switch port trunk allowed VLAN. اوكي VLAN all و exit، أقول له show interface trunk، وأصبح الآن عندي هذا trunk. الآن نرجع ثاني مرة للتست، وأقول له جرب، نعمل أول شيء سيناريو جديد، نقول له جرب التست من هذا إلى هذا. لاحظ الآن أصبح إيش؟ successful. هتقول لي طيب ما كانت أسهل لما وصلتها أول؟ لا، أول وصلتها الشغلة عايمة، الشغلة عايمة بمعنى أنه كل البورتات في VLAN 1 وكل المخارج مفتوحة والشبكة ما عليها أي كنترول وما في تنظيم، ولو دخل فيروس من VLAN 10 يخش على VLAN 20 ويحوس الشبكة كلها. لكن الآن صحيح انه هاردوير موصل، الاجهزه موصل على نفس الهاردوير على نفس السويتش، ولكن لوجيكال مفصوله وكونفيجريشن مفصوله تو VLAN. لاحظ الرغم انه عندي سويتشين الا انه الطلاب كلهم او اجهزه الببليك في الشبكه الصفراء معزوله تماما عن الاجهزه في الشبكه الحمراء. اهو هذا التست مره ثانيه ما بين، على الرغم انه في نفس الديفايس الى انه VLAN مفصوله مع مفصوله تماما. وهنا الادمن الاي بي غلط ولا كيف؟
لا الاي بي صحيح اهو، شايف الادمن موصل مع الادمن، هذا يسمى الانتر في لان، والستودنت موصل مع الستودنت. فشايف طبعا نفس الفكرة، إذا حبيت أني أوصل الشبكتين مع بعض أحتاج إلى راوتر، وأبرمج الراوتر على هذول الشبكتين، أوصل واحد على السويتش هذا وأوصل واحد على السويتش هذا، وأبرمج الراوتر أنه يوصل ما بين الشبكتين ويصيروا الشبكتين موصلتين مع بعض. بس الفكرة الآن أنه عندك VLAN ممكن يكون في نفس الديفايس، وممكن يكونوا على أكثر من ديفايس، على نفس السويتش أو أكثر من سويتش. فإذا كانوا على نفس السويتش بسيطة، تقدر توصل الأجهزة على نفس السويتش وتقسم السويتش من الكونفيجريشن إلى أكثر من VLAN وتوزع الأجهزة. وإذا كان على أكثر، إذا كان عندك أكثر من سويتش وتبغى توزع الفيلان حقتك على كل السويتشات، تحتاج إلى أنك توصل السويتشات على مع بعضها عن طريق ترانك بورت. أوكي، كل سويتش توصله مع الثاني وتبرمج البورت في السويتش أنه يكون ترانك بورت. اوكي طيب، فهذه فكرة برمجة الفيلان على سويتشات سيسكو. طبعا في اشياء ثانية اللي هي حاجة اسمها الراوتر ونستيك، بحيث انك تبرمج كل الفيلان على الراوتر باستخدام one connection. يعني شوف هنا أنا برمجت عدد الفيلان، كل فيلان موصلة بكيبل على الشبكة. فلو كان عندي 3 فيلان هحتاج إلى كيبل ثالث موصل على الراوتر. أوكي، هذا الكيبل الثالث هيحتاج إلى بورت، ومعناته إنه أحتاج إلى راوتر مختلف، راوتر آخر أو راوتر أكبر. وهذا يسبب مشكلة إنه قد يكون الراوتر الجديد سعره أغلى. فكيف حأقدر أربط 4094 شبكة مع بعض؟ أحتاج إلى 4094 سلك؟ مستحيل. أوكي، فأقدر كمان أعمل ربط ما بين الفيلانز باستخدام الإنكابسوليشن، وهذه الحالة اسمها راوتر on a stick. اوكي طبعا عشان الوقت نكتفي بهذه اللي هي الهاردوير، VLAN over switch سواء على one device او على multiple device. وراوتر on a stick ممكن اسجل لك هي هي بسيطة، ما هي مشكلة، ولكن طريقة الكونفيجريشن حتلخبطك، لأنه أبغى هذه تركز عليها عشان الأسبوع القادم حأعطيك عليها كويز. أوكي، راوتر أون ستيك حسجل لك هي، لكن ما حأعطيك عليها كويز، لأنه فيها سب زي ما دخلنا في سب انترفيس كونفيجريشن، ولما تكتب كونفيج انترفيس حيطلع لك كونفيج اي اف، هذه فيها سب نتورك. فهتخش مثلا على بورت 01 مثلا جيجابت 01 دوت، وتكتب الفيلان حقتك وتعرفها وتفعلها. اوكي، واسم الطريقه راوتر اون ستيك. طيب ركز على هذه الاثنين. فاحد عنده اي سؤال في هذه؟ اسال الان، اسال. أسأل عرفت الفكرة؟ الفكرة باختصار إنك تعرف فيلان وتربط الفيلان مع البورت إذا كان على نفس الديفايس، بسيطة. إذا كان على multiple device تحتاج خطوة إضافية، وهي انك تعرف بورت للربط ما بين هذه الديفايسز او ما بين السويتشز. البورت هذه تعريفها يكون ترانك بورت. اوكي، وقبل ما تنتقل للخطوه، اللي بيسال الاوامر
الأوامر لو تتذكر في أول لاب اتكلمنا عن الباكيت تريسر، قلت لك إنه في خاصية الأوتو كومبليت، فأنت بمجرد ما تكتب حرف حرفين أضغط التاب، إذا كان الأمر موجود هيكمل، إذا ما هو موجود ممكن تدور على يمكن أنت تكون ناسي الأمر فتضغط الكوستشن مارك، أضغط أكتب علامة استفهام هيطلع لك الأوامر اللي موجودة في الكوماند. نعم إيش بقى كوبي ران ستارت موجودة، يعني هو في السويتش عندنا هنا كوبي. طبعا الأوامر مش الأمر يعني ينكتب في كل مكان، لازم تعرف تكتب الأمر فين، يعني مثل كوبي في البريفليج مود موجود، ولكن لو رحت على اليوزر مود وكتبت كوبي ما هو موجود، شايف؟ فلازم تعرف انت اول شيء في اي مود بتشتغل، في اليوزر مود، في البريفليج مود، في الكونفيجر مود، في السب كونفيجر مود، في اي مود انت بتشتغل. فمثلا كوبي ران ستارت موجوده في البريفليج، فاقول كوبي وبعدين كويستشن مارك موجود الامر، ايش ممكن نكتب بعده؟ في ممكن نكتب ران ستارت، فاكتب ران وستارت، فشايف اشتغل الامر. يقول لك تبى تحفظ؟ نعم احفظ. هذا السويتش الاول وهذا السويتش الثاني. اول شيء لازم تعرف انت في اي مود، هنا كوبي ران ستارت نفس الكلام، هنا انيبل كوبي ران ستارت، انيبل كوبي ران ستارت. طبعا بعض الموديلات فيها اختصار بدل كوبي ران ستارت، فيها حاجه اسمها ما ادري اذا موجوده هنا اللي هي رايت، اوكي شايف رايت تو ميموري او اريز فروم ميموري، برضو تستخدم لحفظ الكونفيجريشن كلمه رايت. فهذا الراوتر موجود في رايت كونفيجريشن. اوكي يا شباب، طبعا شفت انت كيف السيرفر بيسهل علينا الحياة، يعني مثلا لو عملت كده وقلت ايش كنترول سي وبي بي 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 بي، هذا واحد اثنين ثلاثة. اي سؤال ثاني، لو خلصت البورتات في السويتش ايش اسوي؟ لنفرض زي كده خلصت البورتات اللي هنا، هل يحتاج اني اسوي اي كونفيجريشن؟ سؤال كده شوي عبيط. هنا عندي مثلا 8 و24 بورت وخلصت كلها مستخدمة، مثبت فيها كمبيوترات، موصل فيها كمبيوترات، ايش اسوي؟ بسيطة، اجيب سويتش جديد ما يحتاج الى كونفيجريشن لانه اوريدي انا اللي ابغى توسعة، فهذه كلها حتكون فيلان 1 او فيلان واحدة، اوصلها على واحدة من الفيلان اللي ابغى اوسعها، ابغى اوسع الفيلان الاولى اوصل اي بورت على هذه الفيلان واوصل عليها الجهاز الجديد. وبس
تعال نشوف هذا البي سي الجديد الكونفيجريشن حقته ديش سي بي. اوكي وكمان نشوف الاي بي ادرس اي بي كونفيج رينيو. اهو اخذ اي بي ادرس شايف. اي جهاز جديد توصله حياخذ الاي بي ادرس ونشوف نتاكد هل يتصل بالاجهزه القديمه. نعمل تيست هذا مع هذا. قال لك سكسسفول بي سي 7 الجديد مع واحد من البي سيات القديمه موصل اهو مع بي سي 1. فاذا خلصت البورتس اللي موجوده عندك تقدر توسعها بانك تضيف سويتش جديد بدون اي كونفيجريشن عادي. اوكي هتقول لي طيب ليش انا استخدمت هنا كيبل شو اسمه كيبل ستريت ما استخدمت كروس؟ مو انت تقول لما توصل كروس مع نعم لما اوصل سويتش مع سويتش استخدم شو اسمه استخدم ال ايش يسموه هذا الكروس كيبل في حاله اني استخدمت الترنك خاصيه الترنك لانه حيعتبره وان ديفايس حيوصلها على كانها وان ديفايس بينما هنا حيعتبرها اكسس. هذا حيعتبر هذا السويتش حيعتبر هذا السويتش اكسس. اوكي حيعتبره ديفايس زيه زي غيره. واضحة الصورة يا شباب؟ طيب إن شاء الله إذا ما حصل شيء الأسبوع القادم فعندنا كويز بهذا الموضوع كيف تبرمج الفيلان على السويتش. فممكن أعطيك ديزاين زي كده وأقول لك برمج السويتش بحيث أنه يكون هذا متصل مع هذا وما يتصل مع اللي جنبه فتعمل الفيلان وتوصل الجهازين مع بعض وتعمل الكونفيجريشن حقتك. أوكي ففي أحد عنده أي سؤال قبل ما ننهي؟ طيب إذن نراكم الأسبوع القادم على بركة الله. والأسبوع القادم حيكون موضوعنا عن النتور شو يسمه السيرفر سينتوس سيرفر أوبريتنج سيستم سينتوس. طبعا حجمه شوية كبير إذا حبيت تنزله اللي هو سينتوس 10 جيجا تقريبا. هذا هو سينتوس 8. اوكي هذا الرابط الايزو. ممكن تحمل المينيمال ولكن المينيمال ما في السيرفيسز كامله هتضطر انه تشبك بالانترنت بعد التثبيت ويعمل داونلود للسيرفيسز وما ادري ايش. ولكن اذا حملت الدي في دي 8 جيجا ما ادري 9 جيجا مجرد انه يبدا الانستاليشن حيعمل تشيك تعمل تشيك للاشياء اللي تبغاها ما يحتاج يعمل لها داونلود على طول يثبتها. هذا موضوعنا ان شاء الله الاسبوع القادم كيف نثبت السينتوس سيرفر ونعمل له البيسك كونفيجريشن يعني زي اللي شفته الان. هذا اجي كده اخش على السيرفر واحط الكونفيجريشن من هنا هنحطها هنعملها في الاوبريتنج سيستم الفعلي على الفيرتشوال ماشين. طبعا اللي ما استخدم قبل كده
الفيرتشوال ماشين برضو يحتاج الى انه يحمل الفيرتشوال بوكس. اوراكل فيرتشوال بوكس اوكي، ممكن برضو تستعيد من الان وتحمل الاشياء هذه وتجهزها. طيب يا شباب انا كده خلصت، اذا في اي سؤال اسال، اذا في اي طلب اطلب، اذا ما في نراكم الاسبوع القادم.